اولا انا كنت بدات غنى في الاول سنه 2012 في الاوبرا المصريه للمصريين سحاب. تمام. طبعا بعد كده دخلت بانشاد على ايد الاستاذ سارة احمد سليمان، وهو اللي اثقلني الموهبه وبقيت ذو علم وثقافه ودرايه بالانشاد، وبقيت برضو بتعلم على ايده المقامات لانه فاتح الحمد لله اكاديميه سلطان عبد الحليم الانشاديه. وبعد كده تطورت الاحداث لحد ما عملنا فرع صغير كده من فرقه سلطان عارفين اسمه بنات العارفين، اللي احنا ان شاء الله هنبهرهم بيه النهارده مع الاولاد وان شاء الله تتبسطوا. انا في كليه التربيه المزيكيه. يعني انت اصلا بتدرسي مزيكا وتدرسي يعني جزء من اثقال الموهبه، ولا انت عشان حابه المزيكا؟ لا انا عشان حابه المزيكا في الاول وكده فدخلت الكليه. تمام. ايه علاقه المزيكا بالانشاد وهندسه موسيقى؟ لا احنا طبعا بندرس كل الكليه فيه، احنا بنتعلم مايك وبنتعلم يعني مزيكا وبنتعلم حاجات جوه جميله، فدي عايده على الانشاد اللي بره. وفي برضه في كليه في انشاد وفي غنى شاركين في كل حاجه في الكليه، فعشان كده بناء على كده برضه ده بيساعدني ان ازاي اني انشد. اللي بيغني انشاد بيعرف يغني اي حاجه ثانيه. يعني بدايه ممكن تبقى بدايه بالنسبه لك لحاجه ثانيه بعد كده؟ والله انا ما فكرتش خالص في الحوار ده، بس انا حابه الفتره دي ان انا يعني حابه الانشاد. حابه الانشاد. تمام. شايفاها ازاي مستقبله قدام؟ يعني انت ممكن تلاقي نفسك فيهم لان ياسمين الخيام مثلا؟ لا اكيد يعني مش ياسمين الخيام، ياسمين الخيام دي حاجه عملاقه جدا. اتمنى ان انا اجي يعني 1% منها، بس ان شاء الله يعني خير يعني.